في خطوة تهدف إلى تقديم كل التسهيلات للمسافرين وتخفيف تحمل أعباء الانتظار عليهم بعد عناء السفر، مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا إعلان الإدارة العامة للطيران المدني في حساباتها الرسمية عن توفير خدمة توصيل حقائب الركاب القادمين من خلال مطار الكويت الدولي إلى منازلهم. كما تداول المغردون تصريح المدير العام للإدارة يوسف الفوزان عن الخدمة وتوفيرها في منطقة وزن الأمتعة في صالة الجمارك، موضحا أن رسومها للمناطق الداخلية تبلغ 5 دنانير للحقيبة الأولى، وأي زيادة عن ذلك ستبلغ دينارا واحدا. أما المناطق البعيدة مثل الأحمدي والجهراء والوفرة والفاحيل فتبلغ 10 دنانير للحقيبة الأولى، وأي زيادة تبلغ دينارا واحدا أيضا.